مهمة مش صعبة، على قد ما احنا نفسنا ان احنا عدد اكتر من اعضاء جمعية عمومية يشاركنا في اللائحة. احنا حابين كل الناس تشارك. احنا نزلنا لائحة قبلها بشهر، حابين يجي لنا ملاحظات اكتر. يمكن ناس كتيرة التفاعل بدأ يزيد بعد ما عدلنا 6 مواد من الملاحظات اللي اتبعتت لنا. احنا دلوقتي في 243 ملاحظة، كلهم بينحصروا ما بين 12 ل 13 مادة. في مواد اتعدلت وفي مواد لسه بتدرس. يمكن النهاردة في طبعا القرارات هتتاخد في مجلس الإدارة، بس احنا في توصيات النهاردة للجنة المركزية للعرض على مجلس الإدارة في بعض، يعني مجموعة من المواد هيتم الإعلان عنها يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله. هم الأعضاء يمكن بعد ما بقى في بوس في كل الفروع وبقى في كتيب يتوزع الناس، واحنا عاملين في اخر الكتيب ورق فاضي كده بحيث ان لو حد حابب يعدل يسجل الملاحظات بتاعته ويرجع لنا الكتيب تاني. ناس كتيره بدات يبقى في اقبال وفي ناس بتاخد الكلام دوت، والملاحظات اللي بتجيلنا كلها يعني بنتفاعل معها بشكل كويس جدا. يمكن في كمان عندنا ورش في الفتره اللي جايه مع متخصصين، بكره عندنا ورشه اقتصاديه برئاسه الدكتور فاروق العقده، عندنا ورش بعد كده فنيه وثقافيه وشخصيات عامه فيها الاستاذ نبيل حلفاوي والدكتور محمد العدل، وهيبقى في ورش اعلاميه في الفتره اللي جايه. بعد كده هيبقى عندنا على الفروع الثلاثه ندوات يوم 6 و7 و8، هيبقى عندنا ندوه في كل فرع هيحددها المدير التنفيذي النهارده، بس احنا خدنا موافقه عليها، تم اخذ الموافقه عليها النهارده. فكل ده علشان خاطر يحصل ان احنا نستقبل. احنا اللائحه ديت حابين كل اعضاء الجمعيه العموميه يشارك فيها، موظفين متخصصين اعضاء الجمعيه العموميه، كل واحد حابب يشارك في اللائحه. احنا فاتحين بابنا، عندنا مرونه، عندنا يعني احنا عندنا استعداد لتعديل اي ماده بيجي لنا عليها ملاحظات من الجمعيه العموميه.